ما الفرق بين المسجد والجامع؟ ما في في الكتاب العزيز ذكر الجامع، هي مساجد، لكنها اصطلاحات. يقولون الجامع المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، مسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، والمسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة لا يسمونه جامعا، اصطلاحات المتأخرين فقط. أما في كتاب الله ما ورد ذكر الجوامع، إنما ورد وأن المساجد لله باليمين، فلا تدعو مع الله أحدا. والنبي يقول صلاة في مسجدي هذا، فالمسجد يطلق على المسجد وعلى الجامع. الجامع بعض العلماء يطلقونه على المسجد الذي تصلى فيه الجمعة.